بص يا اخي، خلينا نتكلم شويه في العموم. يعني الرياضات المختلفه في النادي الاهلي كمان دلوقتي بنتكلم عن العاب الصالات وغيره، محققه برضو كانت موسم رائع جدا واستثنائي عن المواسم كمان اللي فاتت. فاحنا هنتكلم هنا شويه راجع الموضوع ليه، هل هي اداره مثلا، خلينا نقول اداره ناجحه، تيم وورك كان اكثر من رائع، مدير فني كان برضو، يعني كلمينا عن الاسباب اللي دعت في الاخر او ادت في الاخر للنجاح الملحوظ بهذا الشكل كمان لو هتكلم تحديدا على اليد. هو الموضوع اكيد بدا من الاول من النادي، ومن اصلا السيزون اللي فات كان سيزون استثنائي وكان سيزون صعب جدا، والدوري كان بقى اصعب من الاول. ف نتيجة ان الدوري بقى احسن ده خلى ان احنا في المنتخب الدنيا بقت احسن، الفرقة بقت اقوى، بقينا قادرين احنا ننافس مع، وقدرنا احنا نكسب فرقة زي الكاميرون احنا ما كناش بنكسبها على ارضها في وسط جمهورها. كل ده ساعد في الاخر، وطبعا الجهاز الفني كان على اعلى مستوى، كان مخلينا كل هدفنا ان احنا نكسب، ان احنا يعني نركز في البطولة ان احنا نكسب فيها. فكل دي حاجات ساعدتنا ان احنا نظهر بالشكل ده والمظهر ده. حلو جدا. يمكن كمان الحقيقه دور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في بعض التوقيتات، اما بعد ما بتكسبوا بطوله بتلاقي حفله، بتلاقي تسليم درع، بتلاقي فيه اهتمام، ده مردوده عليكم ايه؟ لان مفيش نجاح من غير المسانده الكبيره جدا من مجلس اداره النادي. ايوه احنا طبعا دي حاجه بتبسطنا جدا، احنا بعد ما كسبنا الدوري هو تقريبا كان الوقت ده كان عنده يعني ظروف، بس احنا انها كابتن فرقه نهله كلمته قالت احنا يعني فرحتنا مش هتكمل غير ما حضرتك تبقى موجود، وفعلا يعني ما فيش نص ساعه وكان موجود عندنا في الصاله واحتفل بينا، ودي حاجه فعلا زودت فرحتنا وساعدتنا جدا ان هو كان موجود وعلى طول في ظهرنا وعلى طول بيدعمنا. فدي حاجه بصراحه بتبسطنا جدا وتخلينا فخورين ان احنا نلعب في النادي الاهلي. اكيد